السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ فاطمة. في فيديو اليوم إن شاء الله فكنقترح عليكم ثلاثة ديال المشروبات الساخنة لعشاق القهوة. هاد المشروبات هادو غيكونوا بيان سور بالقهوة، بما أنه فريمون كيطلع لنا في الراس الحليب القهوة أتاي. هادو يعني هما ثلاثة ديال لي بواسون اللي كندور عليهم في الوقيتة فاش كيكون الحال برد. فقلت علاش لا نبروبوزي عليكم هاد الوصفات هادو. غادي ندير لكم هاد الشكل ديال الوصفات على شكل جوج أجزاء، يعني هاد الفيديو هذا غيكون هو الجزء الأول من المشروبات الساخنة، وان شاء الله تقوموا معايا الجزء الثاني. ندوزوا باذن الله باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اذا بالنسبه لي بواسون اللي غادي نقدم لكم في هذا الفيديو هذه، فغيكون عندنا ثلاثه ديال لي بواسون. المشروب الاول غادي يكون عندنا بالبنان. غنحتاجوا هنايا لواحد البنانه، غادي نحتاجوا لكاس ديال العنبه ديال القهوه اللي كتكون يعني مطبوخه، سواء تعصروها اولا ديروا القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للقهوه من الافضل انها تكون معطره باش كتعطينا مذاق زوين. غنحتاج هنا تقريبا يعني معلقه كبيره ديال اللوز، يعني بحال هكذا داكشي اللي غيهزوا لكم صبيعاتكم. غنحتاج معلقه صغيره ديال الكاكاو، معلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده اللي يمكن لكم يعني تزيدوا منها الا بغيتوا انهم يجيكم يعني انا المشروب يجيكم حلو بزاف. وغنحتاج هنايا واحد الكيس ديال السكر الفانيليا. هذا فيما يخص المشروب الاول. المشروب الثاني غادي يكون عندنا بلافوكا. غنحتاج ليه هنايا واحد الحبه صغيره ديال لافوكا، عندي انا هنا مجمده، ولا كانت عندكم يعني عاديه فماشي مشكل. غنحتاج هنايا كذلك نفس القياس ديال اللوز، يعني داكشي اللي غيهزوا لكم صبيعاتكم. عندي معلقه صغيره من التوابل ديال اليقطين اللي سبق لي وحضرتهم معكم في واحد لا فيديو. هاد التوابل البنات كيجيو زوينين بزاف، يعني سواء بالنسبه لي بواسون انا كنخدمهم بزاف، سواء بالنسبه لي بواسون، سواء يعني بالنسبه للبرقوق هكذا فاش تعسلوه او للمشماش، يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات يمكن لكم تخدموه. ما كانش عندكم يمكن لكم تكتفيو بالقرفه، يعني الخليط عفوا ديال القرفه وسكينجبير. وبالنسبه للوصفه ديال تحضير هاد التوابل فانا غنخليها لكم اسفل وصف الفيديو باذن الله. غنحتاج هنايا كاس كبير ديال القهوه كالعاده، معلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده، وساشي ديال الفانيليا. بالنسبه للمشروب الثالث والاخير فغادي يكون دي فروي سيك. غنحتاجو ليه كاس كبير ديال القهوه، كاس ونص ديال السكر سنيده، عندي هنايا هادشي يعني هاد القياس اللي غيهز لكم كذلك صبيعاتكم ديال الكركاع ديال الزبيب وديال اللوز، وعندي هنايا كيس ديال السكر الفانيليا. ندوزو باذن الله باش نشوفو طريقه التحضير. اذا على بركه الله، فبالنسبه للمشروب الاول كناخذ هنايا هذا الكاس ديال الميكسور. الا يعني انا نخدم بالميكسور اللي كيكون بحال هكذا، ما كنتوش بغيتو تخدموا به فخدموا بالمولينيكس عادي. دونك كندير القهوه ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نزيد عليها هنايا معلقه صغيره ديال الكاكاو. يمكن لكم تزيدوا الكميه ديال الكاكاو الا بغيتو يجيكم المذاق ديالو مجهد. وغادي نزيد عليه هنايا كيس ديال سكر الفانيليا، وغادي نزيدوا السكر يعني ملعقة ونصف، ثم غنخلي اللوز حتى الاخر، ثم غنزيدو هنايا البنان. بالنسبة للبنان من الافضل انكم تخدموه يكون كونجولي، ما كانش فماشي مشكل. دونك غادي نطحن جميع هاد المكونات مزيان، ثم هنا من بعد ما طحنت هاد المكونات هادي فغادي نزيد داك شويه ديال اللوز اللي عندي، وغادي نكمل يعني تخليط المكونات ديالي بهذا الشكل. دونك صافي، فمن بعد ما تخلطوا لي جميع هاد المكونات هادو قبل ما نخويو في الكاس نحاولوا نحركو باش ما يكونش يعني دوك الحبيبات او دوك الاجزاء ديال اللوز يكونوا نزلوا لنا لتحت. كنجيبو كاس اللي غادي نقدموا فيه هاد البواسون ديالنا وكنخويو فيه بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للزين فكيبقى اختياري. انا عندي هنايا شويه ديال الكريمه المخفوقه او لا كريم شونتيي، دونك غادي نزين بها بهذا الشكل هذا. كلكم تزينوا باي حاجه كانت، سينو تخليوه بحال هكذاك. دونك فوالا، كيكون هذا هو البواسون الاول ديالنا. غنخليوه ابار وندوزو نوجدو البواسون الثاني. وهنايا فاحنا غادي ندوزو باش نوجدو البواسون بلافوكا. دونك كنديرو الحبه ديال لافوكا اللي عندنا، غنزيدو عليها الكاس ديال القهوه، غنزيدو التوابل ديال اليقطين واللي قلت لكم يمكن لكم تعوضوهم بسكينجبير وبشويه ديال القرفه خليط، ولا كان عندكم حتى القرنفل فبيان سور تا هو مزيان. كنزيدو هنايا سنيده
انا ما غنزيدش هنايا معلقه ونص، غنقص شويه الحلاوه. يمكن لكم يعني كاع ما ديروهاش كاريمو. وغادي نزيد هنايا كيس ديال السكر الفانيليا، يمكن لكم تعوضوه في المستخلص. ثم غادي نزيدو الكميه اللي عندنا ديال اللوز، وغادي نطحنوا جميع هاد المكونات هذه كما درنا مع المشروب الاول. اذا بعد ما طحن جميع هاد المكونات ديال لافوكا والقهوه وباقي المكونات، فهنا كناخذوا كاس ديال التقديم كنديروا فيه البواسون ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنزينو كالعاده بلا كريم شونتيي. دونك غنخليه على جنب كيكون هكذا الشكل ديالو، وندوزو نوجدو ان شاء الله البواسون اللي عندنا بلي فخويسك. كناخذو هنايا القرقاع والزبيب، كنزيدو اللوز، ثم كنزيدو سكر الفانيليا، وكنزيدو سنيده كالعاده، بوي القهوه. وغادي نطحن جميع هاد المكونات بنفس الطريقه اللي طحنت بها المشروبات السابقه. صافي، من بعد ما كيتطحنوا لي جميع المكونات فكالعاده كنجيب الكاس اللي غادي نبريزونتي فيه، وكندير فيه البواسون ديالي، وحتى هو كنزينو بالكريمه. اذا كي كتلاحظوا معايا، فمن بعد ما سالي التحضير ديال المشروبات ديالي بثلاثه والتزيين ديالهم، بالنسبه هنا للزين فكيبقى اختياري انا. بالنسبه للمشروب اللي حضرته بالموز فزينته نيت بدوائر من الموز مع شويه ديال بودره الكاكاو وحبات اللوز. بالنسبه للمشروب الثاني اللي بلافوكا فزيناه بالاوريو مع بعض الحبات ديال اللوز اللي يمكن لكم تعوضوهم كذلك بايو، هو المذاق ديالو زوين. ثم المشروب الثالث بالفواكه الجافه، فحنا زيناه بالفواكه الجافه مع صلصه الشوكولاته. بالنسبه للوصفه ديال التحضير ديال لاصوص الشوكولا غادي تلقاوها عندي على الانستغرام، اللي يمكن لكم تحضروها وكتبقى لكم يعني مده طويله اكثر من 4 شهور الى سوفي انكم تحتفظوا بها في الثلاجه. اذا نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. باي باي.